الله جل وعلا يقول في القرآن: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فضائل هذا الدين ومن محاسن أخلاقه ومن المقامات التي يؤجر فيها العبد أجرا عظيما عند الله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل، العفو عن الناس. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. العفو عمن أخطأ علينا، هذه المرتبة وهذا الفضل أمرنا به، بل هو كرم من المكارم وخلق يجعل الإنسان يعيش عزيزا بين الناس لا ذليلا كما يظن بعض الناس. وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعز الله عز وجل أولئك الذين يعفون عمن أخطأ عليهم. والله جل وعلا يقول في القرآن: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذا عفى الإنسان عن غيره من البشر عفى الله عز وجل عنه، إن صفح وغفر للناس أخطاءهم غفر الله عز وجل له. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. من أراد أن يغفر الله له فليعفو عن البشر. خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.